أبو إسحاق الزجاج رأس البغداديين البصريين، هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج البغدادي، عالم بالنحو واللغة. كان يعمل في صناعة الزجاج فتركها واشتغل بالأدب. ولد في بغداد سنة 41 و200 من الهجرة. أبرز شيوخه المبرد وثعلب، إذ لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماً، فنصحه وعلمه قبل أن يلزم ثعلب النحوي. وأبرز تلاميذه أبو القاسم الزجاجي الذي صحب الزجاج وأخذ عنه فنسب إليه وعرف به وسمي باسمه، وأبو جعفر النحاس التميمي المصري، وإبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق البغدادي صحب الزجاج وأخذ عنه وأكثر، ونبغ في من نبغ من تلاميذه، وأبو علي الفارسي الذي أصبح من كبار أئمة النحويين. قال الخطيب البغدادي فيه: كان من أهل الدين والفضل، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات حسان في الأدب. وقال أبو البركات الأنباري: إنه من أكابر أهل العربية، وكان صاحب اختيار في علمي النحو والعروض. وقال الأزهري صاحب كتاب المعاني في القرآن: حضرته ببغداد بعد فراغه من إملاء الكتاب، فألفيت عنده جماعة يسمعون منه، وكان متقدماً في صناعته، بارعاً صدوقاً حافظاً لمذهب البصريين في النحو ومقاييسه. أبرز كتبه معاني القرآن، وطبع بعنوان معاني القرآن وإعرابه، ما فسر من جامع المنطق، تفسير أسماء الله الحسنى، الأمالي في الأدب واللغة، فعلت وأفعلت، ما ينصرف وما لا ينصرف، العروض، القوافي، الأنواء. توفي أبو إسحاق الزجاج في بغداد سنة 1300، وقيل سنة 1600 من الهجرة.